والله انا اشوف ان حققت كل شيء، ولكن الشيء الوحيد اللي انا تمنيت اني انا اسويه في خلال مسيرتي انه انا العب في بطوله انديه العالم. انا العب في بطوله انديه العالم، العب في بطوله انديه العالم. لجأ الهلال السعودي لمحكمة التحكيم الرياضية بعدما رفضت لجنة الاستئناف الآسيوية هذا الأسبوع الطعن الذي تقدم به نادي السعودي ضد رفض احتجاجه بشأن قانونية مشاركة أسامة السعيدي مع أهل يا حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي وعودي. المحاولات الأخطر ولاحظ الكرات الخطيرة. كل شيء حولي يذكرني بشيء تبوك يا أساسي أبغى الآسيوية. الشطارت ترارام 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 الشطارت ترارام ترارام ترارام. وتأسيس الهلال، عطنا السبب لماذا انفصل الشباب الهلال عن الشباب وتأسس، ما هي أسباب هذا التأسيس؟ احنا ما نبغى لك لذا تحدثنا بالواقع. لا لا احنا هذا ليس تعرف ما خلف القوانين. ما يخاف من العقوبة، صار في الصف الأمامي احترامي للحرام. نقول الحمد لله أنها أدت على خير، الحمد لله. المرشح الثابت الأول هو الهلال. يعني أنت تقوم تحط الهلال ثابت على اعتبار أن الهلال يعني الخمس سنوات الماضية جايب أربعة دوري منهم. عقب لا تظلم، لا تظلم يعقب. جرحتني وأعلنت أجرك وقفت. يا حبيبا انظرت يوما لايك طائر الشوق يغني ألمي. يا حبيبا انظرت يوما انت منين طلعت لنا الله يرحم والديك؟ والله العظيم انك نشبت في ما انت نشبت في عز الواحد. بدر ليش ما رحت المدرسه اليوم؟ بطل تجاني. وري بطلك كلب صادق، شوف بطلك. تعالي يا اسيا، تعالي اسيا تخضع لزعيمها 93.